السلام عليكم، معكم يوسف غانم. في هذا الفيديو هذه غادي ندويو على امتحان الرياضيات. الوغ في لي مات بالنسبه للعلوم التجريبيه عندكم برينسيبالمون المواضيع التاليه. اول حاجه عندنا لي تودي لي فونكسيون، دراسه الدوال، دونك كل ما هو ln اكسبونونسييل الانتيغرال، واش كاين عاوتاني؟ كاين عندكم ليميت كونتينيتي ديريفاسيون، المهم اي حاجه كتعلق بدراسه الدوال هذيك كاينه في الامتحان. الفقره الثانيه تركزوا عليها هي المتتاليات العدديه. الفقره الثالثه اللي عندكم هي لي نون كومبلكس، يعني اعداد عقديه. وفي هذا الامتحان بالضبط، بما انه وقع الشيء اللي وقع في الكورونا، الشكل ديال الامتحان يتغير شويه. لو غالبا وغالبا جدا عندكم واحد التمرين غادي يتعلق حول معادلات والمتراجحات ديال الالن والاكسبونونسييل، دونك هذوك حاولوا تراجعوهم. راه صيبنا بضعه التمارين في لاشين ديال كيزاكو هذا الاسبوع، ردوا لهم البال. الوغ التمرين الاول غيكون بسيط، ولكن ردوا البال عندكم تصيدوا. فاش يكون عندكم معادله او المتراجحه، اول حاجه كتبداو بها هي مجموعه تعريف المعادله او المتراجحه. راه ماشي دائما في التمرين غيطرح عليك السؤال، راه بعض المرات يقول لك حل لي هذه المعادله ولا حل لي هذه المتراجحه، وانت بوحديتك خاصك تفكر هذيك الدي ديال اف تحسبها راسك، ومن بعد تجاوب على السؤال. بعض المرات تقدر تلقى الجواب صحيح، ولكن بما انك نسيت هذيك ليطاب راه نقطة ما تحسبش كامل. ردوا البلد القضية. الوغ التمرين اللي تيكون عندكم غالبا في الامتحان كذلك غادي يتعلق على لي سويت، يعني المتتاليات العددية. تمارين شوية كلاسيكية، كاين المتتاليات الحسابية، المتتاليات الهندسية، راه عطا الله التمارين فين تأونترينو. التمرين الثالث غادي يكون حول الأعداد العقدية، غادي يكون واحد التمرين اللي هو مهم. والتمرين الرابع واهم تمرين اللي عندكم في الامتحان هي المساله ديال الدوال، يعني دراسه الدوال. الوغ ردوا البال، في الامتحان عندكم ثلاثه السوايع، حاولوا دبروا وقتكم مزيان. دونك ديما بداو بداك التمرين اللي كيجيكم ساهل، الدرس اللي كطيروا فيه بحال دابا النومبر كومبلكس كطير فيه، بدا بها هي الاولى. وحاول قمت اتاكي لي بروف كامله، شوف الموضوع عموما شنو هما التمارين اللي فيه، وحاول ديفينيسي بالنسبه لكل تمرين عطيه شي وقت. بحال دابا التمرين ديال ليكواسيون لي زينيكواسيون لوغاريتميك واكسبونونسييل، عطيه واحد 25 مينوت ماكسيموم ما خصكش تفوتها فيه. التمرين ديال النومبر كومبلكس عطيه واحد 45 دقيقه 40 دقيقه. التمرين ديال لي سويت واحد 30 مينوت بحال هكذاك. وبيان سور خصك تشيط لو ماكسيموم ديال الوقت التمرين ديال ليتود دو فونكسيون، اللي هو اهم تمرين اللي فيه بزاف ديال النقط. ردوا البال في الامتحان ديال المات، خاصكم تردوا البال لا ريداكسيون تحرير، يعني فاش عندكم معطيات تيكونوا عندكم تقول كتقولوا لدينا اونا، فاش كدير السينتاج كتقول دونك ولا الوغ اذن. ردوا البال للتحرير، سي تري تري امبورطون. وردوا البال لي كالكول ديالكم، دائما حاولوا تقراوا مره ثانيه ومره ثالثه، راجعوا راسكم حيت سي دوماج تكونوا بريباريتو مزيان وكتزقلوا على قبل ان بتي ديطاي اون بتي فوت دين اتونسيون. كلشي غادي يجي مزيان، واحد الموفق للجميع.